موت على مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي انا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي above my place, even your motion not an echo in the so much space. Ooh, no, 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 no. Oh, come on, who do you, who do you, who do you, who do you think you are? But I was a big call, I didn't know enough. I just knew too much. Hey, this time in the crazy. Having the time of your life, but think twice. That's my only advice. Oh no 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 no! Oh come on, who do you, who do you, who do you, who do you think you are? I don't know, baby, you got enough. The death of everyone made me crazy. This time made me crazy. This time made me crazy. يا جمال يا جمال
جمال حبيبة يا جمال حبيبة فايس روحك لا تسيبك هيبة في غريق سليبة ويبقى لحمك للسيود هدية مباركة لخية اه يا جمالي يا جمال حبيبة يا جمال حبيبة فايس روحك لا تسيبك هيبة في غريق سليبة يبقى لحمك للسيود هدية مباركة تمام هز عيونك رام شافوا فيا رام شافوا فيا هز عيونك رام شافوا فيا بركة الفيا شكرا لكم على الموسيقى الممتازة اللي بدينا بها ليلة سهريتنا وبدينا بها مدرستي كل سهرية ثلاثة على الوطنية الثانية وشعارنا تحية المدرسة على الوطنية الثانية في كل حلقة نختار مدرسة مع بعضنا التوانسة الكل فين ما كنا نتفاعلوا ونحاولوا إن نعاودوا ونرموا وإلا نهيئوا مدرسة من المدارس في كل شبر من تراب الخضراء أو الجمهورية التونسية لسماس لا فماش سماس فماريب فما تليفون وكل تونسي موجود في الأحواز متاع العاصمة ويجم يجينا المؤسسة التلفزة التونسية بما أنه الحصة مباشرة من توا حتى تقريبا 11 متاع الليل ويجم يتفاعل مع المدرسة اللي باش نخدموا عليها ليلة واللي باش نلعبوا عليها ليلة واللي هي المدرسة الابتدائية سيدي دغيم صواف بزغوان يجم يتنقل لنا مباشرة ويجيب اللي يحب ويهديه للصغيرات في هالمدرسة هذه نذكر ونقول لا سماس ما فماش بالنسبة للحلقة هذه وما عادش موجود وما عادش مفعل تجمو تتفاعلوا معنا على الحساب الجاري اللي باش يظهر أسفل الشاشة وهو موجود وإلا عن طريق التليفون وإلا حتى عن طريق الفاكس 71 79 79 18. نحب نذكر ونقول إنه البرنامج بشراكة مع وزارة التربية السيد عادل المنفذ محمد الحناشي موجود معنا لهنا ورفقة الزملاء لمتابعة كل مكالمات الهاتفية ومجرى العملية المالية بكل شفافية. نورتونا ومرحبا. احتياجات المدرسة الابتدائية باش نخدم عليها الليلة واللي هي سيدي دغيم صواف نشوفوها من خلال روبورتاج وراجعين. مرحبا مدرستي. مرحبا. المدرسة الابتدائية سيدي دغيم في صواف هي قرية تبعد قرابة 20 كيلومتر على وسط ولاية زغوان. هي مدرسة ريفية نقصتها برشا مستلزمات.
حبيب سعد قرا هنا في سيدي دغيم من عام 91 لعام 97، وفي 2008 يرجع لمدرسته اللي كبر فيها أما وهو معلم. واليوم حبيب يتأسف برشا على الحالة اللي وصلت لها مدرسته. مدرسة ابتدائية بسيدي دغيم، مدرسة ابتدائية ريفية، تأسست سنة 1982، تضم 160 تلميذ سنة أولى لسنة سادسة ابتدائي. الإطار التربوي يتكون من 10 معلمين منهم 2 نواب. به المدرسة نتاعنا كما قلنا في محيط ريفي، تلامذة يجيو عندنا برشا تلامذة يمشيو معنا 12 كيلومتر معنا ذهابا وإيابا المدرسة. المدرسة تفتقر إلى عدة نقائص، خاصة الوحدة الصحية بالمدرسة يعني تعاني من عدة نقائص يلزم إعادة تهيئة من جديد. أيضا ساحة المدرسة يعني تفتقر إلى تبليط، إلى أيضا عدة القاعات يعني الأسقف متاع القاعات يعني تقتر في، بس خاصة في فصل الشتاء معناها نعانوا برشا من دا ومن القاعات معناها يولوا يقتروا. ما عندنا قاعة لهنا في القاعة ما عادش معناها قايلة للسقوط يعني وما عادش نستعملوا فيها، تو عندنا تقريبا سنة ما عادش نستعمل فيها القاعة هذه. المطعم المدرسي أيضا يفتقد خاصة للتجهيزات، يعني نحن نقدموا أكلة جافة للصغيرات وتوا بدينا معناها بديت شهر من 15 فيفر نقدموا الفلوج بالصباحية للحليب معناها حاولنا نوفروا لهم. ويتي زادة، إذا تحب تتبرع لفائدة المدرسة الابتدائية سيدي دغيم في صواف على ذمتكم الحساب الجاري التالي، وتحيا المدرسة على الوطنية الثانية. نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي. تحية المدرسة الوطنية الثانية. كانت هذه المدرسة اللي باش نخدموا عليها الليلة، المدرسة الابتدائية سيدي دغيم بسواف. التليفون موضوع على ذمتكم 71 845 300. أي إنسان موجود في تونس يجم يلتحق بنا مباشرة المؤسسة التلفزة التونسية ويعاون المدرسة. شفت الوضعية الهشة اللي هي عليها، كي نبنيو هالمدارس نبنيو مستقبل أبلادنا وأولادنا. نستقبل بعضنا مباشرة السنة أولى آمنة فاخر ونادرة لملومة.
مرحبا. سنة أولى بسفيان الزايدي محرز حسني، تحية كبيرة للسنة أولى ب شكله سفيان الزايدي. شكله محرز حسني. يا محرز محرز مرحبا مرحبا تلميذي النزيد مرحبا هكا مروان ما خلانيش ندخل مرحبا بيك قال لي ما تحط ليش كي تخرج حط الأشعار اللي بيهم تحت الطاولة مش غدوة تغيب راه بربي تحية لكل تلامذة النجباء وتحية زادة لكل تلامذة الأشقية لكن الكل تخرجوا من المدارس التونسية والكلهم ولاو كفاءات يشرفوا هالبلاد هذية ونحب نذكر ونقول أنه الانضباط واجب ويلزم احترام بالقسم ويلزم زادة احترام المعلم أو المعلمة وتحية احترام وإجلال لكل المعلمين في كل مؤسسات التربوية وبالحق تحية المدرسة والدراسة والتربية على الوطنية الثانية. نحب نذكر 71-845-300 رقم تليفون الموضوع على لما تكون فين ما كنتوا مرحبا بكم. كل واحد يحب يلتحق بينا مباشرة مؤسسة تلفزة ويتفاعل معنا ومع الصغيرات في مدرسة سيدي دغيم سواف من نجم هذا كان يشرفنا وينورنا. سنة أولى إيه؟ محليكم محل الأناقة متاعكم في فورمة ليلة ولا إيه؟ إن شاء الله في فورمة على الأخر. أنا أذهبوا أستريحوا. بديناها من بكري عامل عركة من بكري قال لك فيسع فيسع أميرة أميرة قال من بكري عامل عركة شكله محرز نسيتي ولا تنبذوا بالالقاب نسيتي قالك ما تبديتوا بالحيله معناتها زوج بنات وزوج اولاد قلنا احنا البيت احنا قلنا علاش ليه فريق السيدات وفريق الساده وخنشوفوا الرجال معنا هذاكم رواسب من عمناو يحبوا يهملونا من بكري هما قالوا لنا نمشيو ندور هما نحب نرجع لك على حاجه قلت ليه تنبذوا بالالقاب شكله هي حاجه باهيه بالنسبه لتاريخك في الدراما الشخصية هذية والناس حبتك فيها والصغيرات حبتك فيها تاريخي أنا نحب نقول أنه أنت موجودة معنا على خاطرك بحق قبلت الدعوة وهذا يشرفني برشا سفيان الزايدي تحية كبيرة ليك ومرحبا بيك عيبنا مرة أخرى منى مرحبا نادرة لملو مرحبا نبدأ مع تريمس الرولة ماذا بيك نشوف الجينجل وراجعين مرحبا بيكم في مدرستي رجعنا لكم ونبداو مع الاسئله تاع قانون اللعبه ولا لا كل فريق باش يلعب ضد الفريق اللي يواجه فيه والا مقابله كل فريق يجاوب على اجابه صحيحه يسجل نقطه والاجابه يلزمها تكون مع اختيار مشترك ما بينات زوز متسابقين بمعنى انه سفيان ومحرز مع بعضكم تختاروا النتيجه وتكتبوها على اللوحات وترفعوا اللوحات اي الزوز نفس الاجابه اللي تمثل السنه الاولى ب ونفس الإجابة تمثل السنة الأولى إيه شوية تركيز والسؤال الأول يقول بطبيعة سمعتوا بالعالم نيوتن وحكيتوا مع التفاحة اللي خليته يكتشف الجاذبية نيوتن شنو هو اسمه؟ ثلاثة اقتراحات وماذا بيا كان تعطيونا الإجابة الصحيحة إسحاق نيوتن وإلا جيمي نيوتن وإلا مانويل نيوتن سفيان علاش قاعد تضحك؟ مش قال لك محرز؟ صحيح صحيح جاوبوا جاوبوا ولا لا؟ لا عاد سفيان علاش تضحك شقلك؟ شقلك 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 نقطة لكلا الفريقين لكلا الفريقين السؤال الثاني يقول في اللغة العربية لا السؤال الثاني يقول الإنسان ما ينجمش
يحك وذنه بخشمه، أما فما حيوان ينجم يحك وذنه بخشمه، هل هو الخفاش أم الفيل أم السنجاب؟ ماذا بينا كان الإجابة تكون من عندهم هما؟ الدفع الألواح، وأكيد الإجابة كانت واضحة. نقطة نقطة لكلا الفريقين. عليك مش الأسرع. عليك مش الأسرع. عليك مش الأسرع. عليك مش الأسرع. الأسرع عنده نقطة. ليه احنا خلينا نخدموا في اريحيه ونلعبوا بالضحك واللعب. ماذا بيا كان نستقبلوا هذه ولد نادره لملومه معنا، ونستقبلوا لابتيت فرانسيس بنت سوفيان الزايدي معنا. تحيه اكبر لذات الفنانين. وهذا هو اللي في مدرستي للصغيرات واللي يحبوا ويكونوا موجودين. ميار مرحبا، هدهود مرحبا، تحيه اكبر ولد نادره والبنت سوفيان. هاي خلينا نقراو مع بعضنا، خليهم معنا. ميرسي يا منى. سفيان كنت نحكي معاها بكري في الكوليس، قالت لي نحب نغني كيما بابا ونحب نغني في الميكرو. زاد الميكرو موجود بحداك وما فماش ما احلى من صوتها وصوت البراءة باش نفتحوا الطله نتاعها معنا الليله في مدرستي. كيما في مدرستي. عسلامه ميار المزيانه. قول عسلامه. قول عسلامه. عسلامه. ليش حيت ما كنا نحكي مع بعضنا بك؟ إيه تحب تغني ديريكت تغني ديريكت. غني لنا ميار. أي جينا نعيطكم. وهدودي حضر روحي باش يغنينا محفوظات. هيا شنو؟ أي ميار. عندي واجب. إجا بحذايا. ميار تحب تجي بحذايا؟ هاي إجا بحذايا. حافظ مدرستي هون. تحب تجي بحذايا؟ تحب تغني وتسمع؟ تحية كبيرة ليها. يا روحي يا روحي. هاي سمع. أي ميار أي غني. أي غني. أي شو باش تسمع؟ غنية غنية تحية كبيرة للميار خلي تدير الحفلة. رد بالك كل شي حباك اسمع الميكرو. رد بالك هدهود يظلي فما محفوظات نادرة. محفوظات حفظت هدهود. عسلامة باب الميكرو عندك تجربة سمعنا المحفوظات اللي تحب تهديها لانيساتيك في المكتب. عسلامة باب شنو حبيبي؟ غنية شبعت يسلم عليهم. مرحبا شكونهم؟ كلها انيساتين اللي تحب تسلم عليها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ديريكت بسم الله بسم الله. انيساتي هاجر. انيساتي هاجر تنجم تقول لنا المحفوظات نتاعك؟ في الاثناء عليه ميار تبكي. بربي تحيه كبيره لميار. عليه ميار تبكي. عليه تحب تغني؟ اسمع على بنتي ضربة هاي تحية كبيرة بربي خاطر ما هي ضربة على الطاولة. لا 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 هاي سي باغا انت بوبو لاباس. هاي مهدي هدول سمعنا المحفوظات خلي تسكت ميار تفضل. قل باش ميار تسكت قل على المحفوظات نسمع فيك تفضل نمشي. هاي مدرستي بلاش حشمة. هاي يا مدرستي يا مدرستي أقضي فيك كل الوقت. أقضي فيك كل الوقت. عامله عامله نادرة عامله. بالقوي بالقوي بالتصفيقة. تحية كبيرة تحية كبيرة. الهادي نتعداو. للسؤال الموالي ويقول مثال حدا تير الحزمة بشوية بشوية. القيروان جايين أميرة فتنية وقال لي باش نسلم على متريس ومتريس ومتريس باش نقول مدرستي ما قلناها كمان مثال. تحية تحية وصلت للمتريس وكل المعلمين والمؤثرين. السؤال الموالي يقول القيروان بلاد المقروض والفتح الإسلامي حسب رأيكم شنو تعني كلمة القيروان؟ هل قرة العين أم المعسكر أم الموقع الاستراتيجي؟ ثلاثة احتمالات. مفهوم القيروان شنو يقول الموقع الاستراتيجي؟ القيروان قرة العين اكتب انت زيد معايا اوكي على بيتي اكتب انت اكتب لهنا اكتب انت الإجابات نتاعكم قرة العين قرة العين بالنسبة لكم المعسكر المعسكر نقطة لفائدته السنة أولى ب مقابل صفر السنة أولى ما يسالش ثلاثة مقابل اثنين.
نحب ماذا بيا كان نذكروا كل الساده المشاهدين اللي تابعوا فينا نخدموا ليله على المدرسه الابتدائيه سيدي دغيم سواف بزغوان. تليفون على ذمتكم 71 845 300، واي انسان يحب يلتحق بينا ويسلم اي سؤال او مبلغ مادي لفائده المدرسه عند المنفذ موجود. شكرا. شنو قلت لهم؟ يا ولا لي قلت لهم انتم اصحابي ونحبكم. سنحكي على ذكرياتكم مع الدراسه مع المشاغبه في القسم والدراسه، لكن غبال المدرسه قاعد يفسكي شكله. شكون؟ انا هو قراي هو خلتها بريحه قالت مسحوره يا دي شكله كنت فسكي. تذكر تذكر وقت اللي ستي ترددتك؟ تذكر تذكر وقت على حساب ها وربي بربي لهنا. خلينا نحكي شوي على ذكريات الدراسة. ما نعرفش شكله كنت تحكي على الفوسكا، كنت من الناس اللي نجيب في القراءة في القراية نتاعك في النتائج ولا لا؟ قولي قولي كيفاش كان المستوى نتاعك؟ كيفاش كان المستوى؟ فما برشا فوسكا شوية ولا لا؟ شوي شوي أنا أحكيك أقوى طرفة ولا بالحق أبار فضلك وديجا الدار كان يسمع ورا مشايخين بالضحك. نذكر في السنة الأولى والله في مكتب سيدي أحمد الزاروني تعرفوا عاد لا أنا ما قريتش فيه. ليه تعرفوا قلت لك مش قريت فيه؟ علاش نعرفوا معناتها؟ خاطر ليه خاطر يقري كان العبيد اللي بس بهم. أنا قريت في حي زهور ما قريتش في الزاروني. شنو هو الفرق؟ ما نعرفوش المكتب بس تحبي نعرفوا. على البيمة كنا نمشي وراه. كملي كملي الفكرة نتاعك. مش فكرة، حكاية بالحق معناها ولا في السنة الأولى فما واحد يبيع قدام المدرسة يبيع في اللمبيل وفي المعشعش وكدرا شنو هو هكا نتذكروا حتى دار عمتي راهو بقيت جمعة ما دخلتش نقرا نمشي نقعد بحدك السيد نبيع معاه ناخذ الأمبولة ونروح للدار على أساس مشيت نقرا وجوي أحلى جو. يجي ولد عمتي نهار فاق بيا مشي قاود بيا للدار حاسين ما نحكي لكش معناها شنو اللي صار معناها. ولهنا في الاثناء العائله فين؟ ما كانش تشوف فماش مراجعه من امك لا من عائلتك؟ لا انا وسكونا نحن نفلي علي بينا نحن من الصغر تبارك الله معناها الجنراسيون نتاعنا معناها تبارك الله 5 سنين معناها نعرف نقص كي يصبح حدنا تبارك الله. سفيان بالنسبه ليك ذكرياتك مع الدراسه مع القرايه مع النتائج مع المعلمين مدير المدرسه. ذكريات تقعد ديما يقعد ديما الحنين للمدرسه خاصه المدرسه الابتدائيه. انا ممكن من الذكريات الحلوه اللي نذكرها اول ما المعلمه نتاعي اكتشفتني انا نغني في السنه الثالثه ابتدائي. باش نغني باش تغني شويه اخر تغني انت ليه تحب تغني؟ تو خلي على راحتها. دونك نذكر تحيه لستي هدى انيستي هدى اللي هي اكتشفتني في السنه الثالثه ابتدائي وقتها في التربيه الاسلاميه. ليه اكتشفت الموهبه نتاعي معناها ريال انت موهوب باين معناها انت موهبتك تسبقك وانت جاي. شو تنبر عليا تو صاحبي ما تسلمش فيك. دونك معناها حاجات تقعد ديما على البال معناها تذكر في التربيه الاسلاميه كنت ديما بعد الميكرو يفضلك فوالا. دونك الانسه نتاعك وقتها شجعتك؟ هي اللي شجعتني باش نلتحق بالنادي الاطفال وبالمناسبه تحيه للمشرفين على النادي هذايا مدام رشيده مدام خميسه هذوما راهو نقول لك عام 95 94. وقتاش ما عملتش طله على المعلمين اللي ذكرتهم توا؟ اكيد التحيه توصل لهم. والله تحيه لهم فما برشا عندي مده ما ريتهمش لكن كانت لي فرصه لحد اللي فات فما مهرجان الجهوي للموسيقى المدرسيه اللي شاركت فيه الشبيبه المدرسيه كنت نشارك معاهم عيطوا لي كنت ضيف شرف وعضو في لجنه التحكيم وذكرت الاساتذه نتاعي والمعلمين اللي شفتهم فكانت لحظه الحقيقه تاريخيه. بشكون لحظات زاده تاريخيه ربما بالنسبه ليك على خاطر شفنا بعضنا روبورتاج واللي من خلاله قمنا بزياره المدرسه اللي قريت فيها مدرستك في زغوان مشينا حكينا مع المدير وبربشنا وشفنا السجن المدرسي كان بعض الذكريات من خلال روبورتاج هذايا وراجعين. تفضلوا مرحبا بكم في مدرستي. هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي انا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي هي مدرسة ابتدائية من للإقامة يعني بياتة يجيوها من تونس العاصمة تخرج منها العديد والعديد من الكفاءات الوطنية من هنا ونذكر مثلا أبناء سيدة مطربة تونس الأولى السيدة نعمة
مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي انا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي. 15 سبتمبر 89 كان اول نهار للتلميذ سفيان الزايدي في المدرسه الابتدائيه طريق السويني في زغوان، معروفه اكثر باسم لانترنا. عموما المدرسه قعدت كما انت خليتها يا سفيان، اما تبدلت شويه. الرواق مثلا كان بالقرموط والساحه ما كانتش هكا. وانت سفيان اش قعدت في ذاكرتك من هك الايامات؟ سفيان تحيه زميلتنا حنان بوربيع اللي عادت الروبورتاج هذايا، قالت لك شنو اللي بقى لك من ذكريات وقت اللي تشوف تصاور المدرسه، حيوت المدرسه، بيبان المدرسه، كل اكيد كل تركينه تذكرك بذكرى معينه ومحدده. معناها لحظات حلوه برشا، معناها نذكر ديجا اول اغنيه احفظها الاماكن. الاماكن لا مش الاماكن، كل تركينه في المكتب. نتذكر لك الوقت الراحه نتاعنا نبداو نجري وقتاش باش نلعبوا. نذكر وقت الامتحانات، نذكر السيزيام وقت اللي كانت سيزيام، نذكر المعلمين نتاعي، نذكر لي بروف نتاع سبور وقتها، وفما الورشات. ذوما اللحظات اللي بالنسبه لي انا يقعدوا لي يعني مستحفظ برشا ذكريات حلوه على المدرسه وعلى الفتره هذه. بيان سور جاوبتي باش امنا ذكرياتك مع المدرسه كيفاش كانت؟ وانت قريت في المدرسه الابتدائيه حي زهور؟ انا قريت في مدرسه باش حامبا حي زهور. كانت دارنا معناتها احنا كان المكتب من غير سور، معناتها وقت اللي نقوز نخرج من الدار خاطر معناتها بلاش سور، والقسم اللي نقرا فيه معناتها خطوتين نقز. اما الحاجه الترفه صارت لنا واحنا صغار، كانت عندي بنت حومتي، هي ما قراتش معايا خاطر اكبر مني شويه في العمر، حليمة اللي نقدم لها تحية، كنت تفرج فينا توا، جارتي وبنت حومتي. بعد حليمة اقترحت عليا قالت لي اجا نمشيو ناكلوا الخبز اللي موجود في ناكلوا الخبز خاطر باش ربي ينجحنا واحنا صغار، لازمنا نعملوا الخير، والخير بالنسبة لها هي لازمنا ناكلوا كل الخبز الموجود اللي موجود في على حيوت نتاع الأقسام، خبز بالمسوف، خبز بالنمال، خبز بالمعطى، ما شاء الله انواع الخبز الكل. كنت تاكلوا انواع الخبز هذا؟ انواع الخبز الكل بتنا في الارجونس انا وياها، بيتي في الارجونس ليلتها ما تبارك الله. اما ذيك الحاجه اللي قعدت لي في بالي معناها. كيفاش كانت علاقتك بالمعلمين؟ بالعكس هذيك عملت لي، هذيك عملت لي مناعه، عملت لي مناعه قويه توا ناكل اللي يجي ما شاء الله اي بقعه ما يقلقش. لا تبارك الله نتصور. امنا كيفاش كانت علاقتك مع المعلمين مع التلامذه؟ انا معناتها اني نتذكرهم، انا قريت من بعد قريت في خزنه دار، في ليسي خزنه دار، رغم نتذكر برشا اساتذتي اللي قراوني وسويسي باردو زاده. نتذكر سي شادي الجهناوي استاذ التاريخ والجغرافيا، نتذكر مدام ملوش قراتني في خزنه دار استاذ الانجلي، واللي لتوا صحاب انا ومدام ملوش، ولتوا صحاب انا سي عماد التهامي استاذ السبور نتاعنا. سي صالح جغام، سي صالح جغام قريت في خزنه دار احنا، سي صالح جغام الله يرحمه. اما كانت ذكريات ياسر يسرح لوا، وانا كنت من التلامذه اللي عملوا عليهم، كنت شايف دو كلاس وكنت وديما عاملين فيا خاطر ديما يهزوا لي يسرقوا لي الريجستر امنا. على الذكريات اللي كنت تحكي عليهم وعلى ليموسيون الكبيره اللي قاعده تحكي بها، وما زلت تذكر الاسم واللقب نتاع المعلمين نتاعك في الابتدائي والثانوي، قمنا معاك بزياره فجائيه لمدرسه حي الزهور 2، كانت رده فعل هائله من قبل التلاميذ والمؤطرين. نشوفوا رده الفعل هذه وراجعين. مرحبا. اكيد حنان كبير خاطر بعد اكثر من 20 سنه يعني ما نشوفوش قداش عمري انا، اكثر من 20 سنه عاود نرجع البقعه اللي قريت فيها والحيوت اللي ما تعودت عليهم والكراسي اللي معناتها حاجه ما احساس غريب حقيقه. كنت ندندن كل شيء، نغني كل شيء، بحكم انه مغرومه برشا في الفتره ديك بعبد الحليم، مغرومه باسمهان، كنت نغني برشا اسمهان، ليلى مراد، الجو هذاك. افرح يا قلبي
لك نصيب تبلغ منك ويا الحبيب افرح يا قلبي. انا كنت عم اسكن هوني معناتها كنت دارنا ورا المكتب وقت نسمع النقوز نجي برشا معلمين برشا قراوني الحقيقة اللي في المكتب نسيت شوية ما اللي قراوني مثلا في الليسي كيما سي عماد تهامي كيما مدام ملوش بتاع الانجلي كيما سي جهناوي سي شادلي جهناوي معناتها من الاساتذه اللي نحبهم برشا ولتو ما نجمش نساو. انا بطبيعه في الفن كنت ياسر مغرومه بالسبور معناتها نحب برشا السبور و شو اخر كنت نعمل نرسم زي ده نعمل الرسم على نصور على البلار هذا كانوا عندي برشا حاجات معناتها برشا حاجات نحبهم اما اكثر حاجه كانت الفن هي المسيطره على نحسها مسيطره على عليا. انا غنيت في اول مره نتعدى في التلفزه مع جيب قلتها برشا مرات اللي انا مع مره نحبها برشا اسمها لطيفه غراك وانا وقت عمري 8 سنين باهي الجمهوري محليكم 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 واليوم انا فرحانه برشا اللي موجوده معاكم وميرسي بوكو لعطيتوني الفرصه هذه اني رجعت للمكتب نتاعي وصورت مع الصغار مع تليبون مش من جينيراسيون نتاعي اما حسيت روحي كاني رجعت. هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي انا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع صحابي ونساتي It's 5 dinar. Is it cheap or expensive? Cheap! Yeah. Where did you buy it? Is it from... How much is it? How much is it? Yes, miss. 5 dinar. 5 dinar. Very good, yes. Very good, sir. نلعبوا على المدرسه الابتدائيه سيدي دغيم سواف تحبوا تذكروا المدرسه هذه احتياجاتها نواقصها خلينا نشوفوا من خلال الروبورتاج وراجعين في ترياس الاولى مع مدرستي We'll be right back.
مدرسة بسيد دغيم، مدرسة ابتدائية ريفية، أسست سنة 1982، تضم 160 تلميذ. أكثر حاجة يفتقروا لها الصغيرات لهنا ما عندهمش وسائل ترفيه، يعني كما شفتوا حتى الملعب ما عندهم، معناه يفتقر ما عندهمش ملعب، يعني الصغيرات لهنا يعني يجي يقرأ ويروح معناه ما عندوش حتى وسيلة بتاع ترفيه، يضطر باش يمشي مثلا يرعى الأغنام. شو اسمك أنت؟ ريم. ريم شو تقرأ؟ سنة أولى. وين تقرأ؟ وين؟ في شو اسمه المكتب؟ دغيم. سيدي دغيم. انت هاك لبس المنزله نتاعك، مازلت ما روحتش للدار؟ اي. وين داركم؟ بعيده هيك. وفاش تعمل انت؟ تعاون في بابا؟ اي. شو تعمل؟ تسرح معاه. تسرح؟ اي. احكي لي انت واختك. اي قل لي. اي اختي اسمها لديش و تعاون فيه ودينا تلعب معاه، نسرح مع الغلام، نسرح في الغلام مع بابا. وانتي زادة إذا تحب تتبرع لفائدة المدرسة الابتدائية سيدي دغيم في صواف، على ذمتكم الحساب الجاري التالي، وتحيا المدرسة على الوطنية الثانية. رجعنا لكم مرة أخرى، رجعنا لكم مرة أخرى. نذكر بسكور 3 نقاط للسنة أولى A مقابل 2 نقاط للسنة أولى B. 71-845-300 على ذمتكم، فيكم تحبوا تجيوا مرحبا بكم، العدد المنفذ موجود على ذمتكم. كنت نشوفكم من بكري. شكلوا معاقب، معاقب شكلوا هكا تعامل المعلمة متاعك. معاقب شكلوا وحده وحده معاقب لسبورة. تحية دي جي توما، تحية دي جي توما. محرز معاقب وحدي، محرز محرز معاقب الحيط الحيط. اوبيكي اوبيكي. تحية دي جي توما. سؤال موالي، شنو يتسمى صوت اوراق الشجر؟ هفيف حفيف ام جفيف؟ حفيف. صوت اوراق الشجر. ليه عاد ما تعاونوهم؟ عمل عليك لبيت تكون هكا لايقه تعقلت وزي صغيره اذا كتبوا. الاجابه بالنسبه لكم حفيف حفيف سفيان حفيف. اقلب اللوحه، اقلب اللوحه، اقلب اللوحه. نقطه نقطه لكلا الفريقين. وبالتالي 4-3 سامحني مدام، بفائده السنه الاولى. ايه بعد نرجع احنا ربحين، انتم ربحين. اي لكن هذا ما يمنعش انك معقب خاطر انا بابا، بابا المدير، المدير تاع المدرسه. كان فما التوصيات نتاع بابا المدير، حتى ولد المدير يتعاقب في مدرستنا. وتحيه المدرسه على الوطنيه الثانيه. نحب نحكي مع نادره ممثلتنا التونسية، شرفتني بالحضور. أكبر هدية أنك تجيب معاك هدي، بالحق هدية شرفتنا. مرحبا بيك ومرحبا بالطفولة التونسية والصغيرات اللي يتابعوا فينا. حبيت نحكي على ذكرياتك زادة، أنت في الدراسة ما نعرفش أنه كنت في الروبورتاج وفرحت برشا سفيان زادة. فرحت برشا باللي دو روبورتاج اللي ريتهم، وأولا أنا فرحانة اللي حاضرة في برنامج الغاية نتاعو نوبل، يعني عندها قيمة كبيرة ياسر للصغيرات، وخاصة كي تشوف ريبورتاج كيف نكيكه. الحقيقه كي رجعنا ما نجمتش نصفق، معناها ان شاء الله الناس يحسوا بالحق ويفهموا قيمه المدرسه والوقت اللي يقعد فيها الطفل. وانا هذا اقبل حتى في بعض المواقع الاجتماعيه، نشوف تصاورها وسقفها والتويول صايحين مكسرين. نعم المشاهد ديما نخمم فيها، نقول مصاب هكا فما مبادرات معناها تصير ويصير تتبرع.
حقيقة محرز وولدي أكبر هدية في حياتي أولاً وأكبر هدية أنه يكون حاضر وفرحان برشا باش يجي للمدرسة كل العشية كاملة من اللي يروح من المكتب وهو كل دقيقة هاي وقتاش نمشي وقتاش نمشي شوية حشمة برا على بعضها نحب نفتح قوس ونحب نقول أنه برنامج مدرستي ماهوش موجه للأطفال بالتحديد لا 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 تبرعوا تبرعوا لازم نحسوا ببعضنا ترفيهي هذا هو الإطار اللي توضعت فيه الحصة هذه نسيلش كل قدير وقدره يعني حتى بشوية بركة أما المهم المساهمة الفايدة أنه كان كل حد شوية شوية نجم نرجع لكم بعد نخمو في كلمية 60 صغير اللي في المدرسة وفما برشا مدارس أخرين هكا أما به اللي كل مرة نتلفتوا المدرسة ذكرياتي المكتب ذكرياتي سنة أولى ماذا بيه ودي بيسمعهمش سنة أولى أنا كنت أنا متعلقة لتوا متعلقة ياسر بدارنا وبماما والحقيقة وكنت لبخمي بيبي في العائلة دوك مشيتش لكتيب لروضة فرحانة بيتها معنقة الكرتابة والمنديلة والشكيكل والدنيا والألوين والعالم الكل في الصباح يسمع فيا ولدي في الصباح مشيت لباس حتى لين وصلنا لباب المكتب تحية ساعة لسياسين الدراوي المدير متاع مدرسة يوغورتا وين أنا قريت وقتها الناس كل الناس كل عم خميس العسيس عم حمد المعلمين الكل الكل اللي قريت عندهم ما قريتش عندهم في مدرسة يوغورتا نورمال حتى لاخر دقيقة بعد أكثر واحدة بكيت هي أنا أكثر واحدة صحت هي أنا وفي القصب حتى اللي شيت بكيتو شوية زدت بكيتو معناه في مخي سيئ معناه ماما مشيت وبعيدة وراو مدرستي مش بعيدة عدا كان هدية بالنسبة لي أول نهار ما نسيتوش أما ثاني أما سنة ثانية ومن بعد لبس استنستو خلينا نذكروا ملا مبعثنا ومعاكم مع الناس اللي تفرش فينا ذكريات نادرة الملوم مع الدراسة ومقاعد الدراسة وأول كلمة كتبتها أكيد من خلال البورتريه زين مرحبا نهار لها في القراية عام 83 في المدرسة الابتدائية يوغورتا في باردو نهار لول كان صعيب برشا والتوى نادرة تتفكر تفاصيله نادرة حبت برشا معلميها لدرجة تمنيت تولي معلمة وتتذكر مليح مدير المدرسة ياسين الدراوي اللي كان بالفعل نموذج لإطار تربوي يؤمن برسالته أما قصة نادرة مع مادة الحساب هي اللي تحكيها لنا انت تحكيها قصه نادره مع ماده الحساب كيفاش كانت الاحوال وباش تكون مفاجاه البابا يسمع فيا حكيت لك امنا ذهب انا والحساب ماناش اصحاب التوا معناها الى يومنا هذا مش جديد نحب المواد الطبيعيه المواد الليتيرير اكثر نحب كل ما يخص الفن تصوير كرياسيون حاجات فيهم اما الحساب لي الحق مانيش صحاب برشا معلمين يعرفوا اكي وليتي جنفي نامش كانوا ديما في الدار يقولوا لي كنت احفظ جدول الضرب كل مره يعطيونا من جدول الضرب مثلا عدد 7 عدد 8 عدد 9 كل ما نزيد نقدم شويه عندي تشجيع وتحسنت شويه المؤهلات مع العمر ومع السنين ومع الدنيا لا 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 مانيش اصحاب مبني على حسابي خلينا نذكروا مع بعضنا وفما سؤال على قياسك وعلى جدول الضرب ركزوا مليح كلنا كما كنا صغار كنت عندنا حاله رعب من جدول الضرب وانا اولهم خاطر حوالي تعب برشا في الضرب حكيت لكش انكدوت اللي مع بابا كما اش قولك نكملوا العمليه هذه وترجع لنا نبدا اش قولكم كان نعملوا مع بعضنا تيست صغير بالنسبه لسفيان ومحرز بالنسبه لنادره وامنه تركزوا مليح العمليه نادره كهول في السته مع بعض لا لا لكل فريق 8 في السته وهي ضعيفه في الحساب نحن اش دخلنا 8 في السته خلينا نشوف انا حوالك في الحساب وري 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 8 في السته خليه امنه نادره 45 21 اكتبي وري اكتبي انت وريها لها 48 هيا عاد شي سهله كنت جاوب قبل 48 48 48 نقطه نقطه كالعاده خليها في واحده بركه راهي بالعمليه حط لي بالزوز هاي يا جماعة العملية اللي بعد 9 في 4 ماذا بيا تكون إجابة سريعة حكى على الرمش 9 في 4 9 في 4 36 36 نقطة نقطة كالعادة فين التحية وفين التسليم العملية اللي بعد العملية اللي بعد 7 في 7 7 في 7 7 في 7 7 في 7 نقطة نقطة كالعادة لكل الفريقين يدي 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 يد
وصل لحسيت لهنا لهنا على ذيك الحساب ماذا بيك نرجع لك نادرة وفما أنكدوت مع باباتك لحين بنت مكان ازاي يجيب الباهي قالها هذه هي الصغيرات وقت اللي تبدا لكم تشتغل تاع المباشر نادرة أعطيني ذكرياتك في الحساب مع بابا في انتظار انه باش نستقبلوا مع بعضنا زوج بنيات كي نورات هذه يحب زاده يحب ياكل حاجه وقت الراحه شوي لمجه هاي نادرة باهي كنت ديما قلت لك يقولوا لي عندك جايزه عندك معناها تشجيع ناخذوا لك شوكولاته حلوه درا شنو حاجه جديده وشي ما تخليش راسي لحساب معناها ديما عندي مشكل نبدا شويه سافا من بعد في الاخر شو عملت فما بلاصه بابا يقعد فيها ديما ويقرا جريده تحيه لي والماما وحاتم وياسمين وخويتي والكل يقعد كي يروح من الخدمه انا شو عملت؟ قلت توا باش نشديت شكل لك حل شكل لك حل فوخش معناها نتاع شعر هذاك وجيت في الحيط توا بابا اذا كان رجعت يغذي وحفرت النتائج كما نقولوا ما نعرفش الجدول نسيته يا سبعه يا تسعه المهم فيق بها ولا الحكايه؟ ليه وقتها ليه وقتها هو دخل قلت بابا حفظته سي قال يا سمعني وين نغني حسي نجاوب معناها كل اجابه نعطيها باش تيح متاكده من روحي تعديت سلامات وخذيت الحلوى والشوكولاته والدنيا والتشجيع ومن بعد شنو اللي صار؟ هذا كبير كيفاق ومن بعد شنو ما صدقش بعد عرس ما صدقش قال لي كيفاش مخك انا وقتها سنه ثالثه يمكن ولا سنه صغيره بكل كيفاه مخك خمم هكاك انت اختار قال لي انت مخترة وجودك في الدار اختار تحيه كالعاده لكل العائلات التونسيه ولهنا بربي خلينا نستقبلوا عندنا اي حمام اي حمام تحيه كبيره اي حمام تحية أكبر الإيريس الشارف مرحبا بكم ماذا بكم تركزوا معنا عندنا لهنا حساب ذهني باش نعطيكم بنيات الزوز كي نورت محلاهم عمليات حسابية وماذا بيا كان يكون حساب ذهني سريع العملية 43 56 إلا 17 62 إلا 73 إلا 50 إلا 32 65 ماذا بيا كان ناخذ الميكرو اي سفيان سعيد عرفت هنا انا 120 سفيان قال 120 كان عندكم اي اجابه بالنسبه لكم كان عندكم اي اجابه بالنسبه لكم انا موهبتي في التمثيل وهي موهبتها في الغناء البنات البنات سفيان عندك اجابه ربما شهريه هذه ولا شهريه هذا هو حساب حساب ذهني كشي هذا بالنسبه لكم عندكم اي اجابه اي احتمال عاود عاد سمعني عاود عاود من العمليه 77 الى 56 28 الى 46 71 الى 54 17 52 مدام طلعت قولي كان وجه رب نادرة ويجي بالبختاج نشوف ونشوف نادرة وامنا خلينا نسمع صوت ايا وايريس عندكم اي اقتراح ربما اجابه مستحيل ايا 23 بالنسبه ليك ايريس 89 89 والاجابه نتاع ايريس هي صحيحه العمليه المواليه 98 الا 82 23 الا 36 71 الى 52 26 الى 16 عاش مدام انا باش نوصل راس النهج ونجي البنات اي ايريس كان عندكم اي اجابه مع التركيز اكيد 21 21 بالنسبه ليك ايريس اي ما لقيتهاش ما يسالش الاجابه خاطئه لكلا دونك البنتين اي اريس لكن تحيه كبيره لهم نشجعوهم نتعداو العمليه مواليه تبارك الله 78 بابا واحد اوكي علاش خلي بابا واحد تحيه الاولياء بربي اي اريس بنتي حتى الاخرى زاد بنتي راهو بناتي ما عليكم بناتي انت قداش بناتي ما تهمشهمش وخليهم يركزوا مليح عليهم بناتي هذا مزوز بناتي ربي يفضلهم عايش طلعي البوم طلعين البوم العمليه المويليه البنات ركزتوا مليح معايا 78 خليها تعرف على شغلته خاطر ما خلاهمش يركزوا هذاك علاش قلت له ما تمهمشهم عرفت اني ستي هذيك اللي ديما تقيت في سيمي في السبوره كي تخرج هكيك ما قالوا ايش راهم بكري راه سمعت فما واحد قالوا هاي هاي نتاعك الكروا في السبوره باهي خلي يركزوا صغار اي يا ايريس 78 الى 66 75 الى 32
44 الا 35 الا 13 46 98 57 لا للاسف مش مشكل نشجعوهم مره اخرى واخر عمليه ما نعرفش ربما الرهبه نتاع الديريكت هيا فيزا فيزا يلزم هكا سي الحبيب قال لي به فيزا فيزا 83 الى 22 33 الى 64 17 الى 22 73 الى 57 هكا سي بون سي الحبيب الاجابه اي اريس 42 32 لا 41 تحية كبيرة لإيا إليسا بنياتنا السي نيكس ماركيتا تحية كبيرة لكم شكرا لكم مرحبا مثال حتى ما كان جبناش إجابة صحيحة مش مشكل تحية كبيرة ليك وأنت زادة تحية كبيرة ليك مرحبا سي باغاف تحية أكبر للبنيات بربي إيا وإيريسا محرز نحب نكمل معاك مع الذكريات ما نعرفش كنت تعاني من الذكريات ذكريات المدرسه ولا قرايه انت كنت تقود بالتلامذه واصدقائك والا هما كانوا يقودوا بيك ربي تحيه كبيره كبيره لايا وايريسا جاوب حدانا وتحيه اكبر لاوليائهم اللي ربوهم انا نفرح خاطر كي راها هكا صغار انا السؤال بركة يخوفني هما تبارك الله معناها بالشجاعه هذيك والله وقراب النتائج معناها هذا الكالكول مونتال وهذا الحساب الذهني وتحيه برشا بالحق كبيره للتلامذه والصغيرات التوانسه على خاطر فما برشا طاقات وبرشا قدرات رهيبه ما شاء الله على النتائج الممتازه في الحساب اي هي مواهب حسني حبيت نسالك شويه على الذكريات كنت تحكي على اللي يطلع للسبوره اللي يعس على التلامذه وقت اللي تخرج للمعلمه ذكريات مع التلامذه مع الصحاب مع المعلمين مع الاطار التربوي في مدرستك كيفاش كانت؟ والله كنت عاقل برشا هاي العقلية جاية نسيتي أنا راني كنت عاقل برشا ندخل نقرا والله عادي كما تلامذ الكل نتائجك كيفاش كانت؟ والله سافا الحمد لله ما عرفت مش نقول لك راني طيارة عرفتك اللي ماركة دي ب 18 19 درجة ولا 10 على 10 أما كانت معناها ك 6 على 10 7 على 10 ديما كيك في الزون هذيك مشاغب اما معناها وقت القرايه معناها قد مازال عندك اصحاب ايامات الدراسه مازلت تتلاقى معاهم مازلت تكون كونتاكت والله يذري وحده برك اسمها حنان يذري طلعت دبي تغني ولا بالحق ولا اول كرة ذكريات في المدرسه نذكرها وقت كرة ذكريات ونافحين فما طفله حطت لي تصويرات وبعد فاق بيا بابا في الدار حسيلو كليت كما كليت قبل نهار العيد فما واحده اخرى كتبت لها جواب وقت نذكرها كما تو كتبت لها جواب نقلته من الجرايد عرفت الخواطر بين انا فقط قصص الحب نتاعك بدات على بكري انت وكا قصص ادهم صبري اي انسه دليل بربي سامحني بالحق والله تحيه الانسه دليل ما نعرفش عليها وجه تحيه بربي لكل الانسات وكل المعلمين لا والله بالرسمي من سنه اولى مع شو من عام سنه اولى عام 88 سنة أولى ابتدائي 88 بربي أميرة باش نقول حاجة قبل ما ننسى الحاجة اللي أنا توا أي قص على كلامك بالعسل الحاجة اللي أنا مبهتتني برشا اللي في الجينيراسيون نتاعي ايه نتاعنا الكلنا لتوا مازلنا نقدروا الاساتذه نتاعنا واللي قراونا واللي صدقني معناتها انا بورتون صحابي تو عندي برشا اساتذه قراوني معناتها اصحاب بالقدا معاهم وباقي لتوا نقدرهم برشا ونحترمهم برشا ومعناتها ونحشم منهم في حاجات معناتها تعلمنا كي نقعد نغزر والله غير نقعد باهته تو كي نسمع نبهت برشا كي طفل نسمع المعلم يوقفه تبجيل كاد المعلم ان يكون رسول المعنيه نتفادلك إيه ماذا بينا كل ما شيء راهو الاستاذ ولا المعلم راهو هذاك تحسبوا بوك تحسبوا امك شو اللي تحس وقت اللي تشوف البورتاجيك باش تكون انت انسان معناتها فاعل في المجتمع هو اللي تعب الله اعلم بيه هو شو ظروفه قاعد يعلم فيك بس سامحني امنا شو اللي تحس انت اللي فنانه واللي كنت تلميذه على مقاعد الدراسه ولتوا تذكر معلمينك وتحترمهم تشوف انه معلمين او معلمات يقدموا شهادات يتشكوا منها من العنف عنف تلامذة عليهم في حرمة المدارس مشكلة كبيرة أنا نفرح اليوم كي يكلموني يقولوا لي الأساتذة نتاعي يقولوا رانا فرحانين بيك راو محلاك راو شرفتنا مثلا بالعكس معناتها نحكي على روحي تبارك الله فما برشا ناس خرجوا طب فما برشا مهندسين فما برشا ناس فاعلة في المجتمع نقعد بيتها في التوا جينيراسيون مش الكل بيان سور اما لكن فما قلة
خساره ما يجيش ما يجيش. هو اسمه تربيه وتعليم. ربي يهديك ها بالحق ربي يهديهم. شكله نرجع محرز. نرجع مع الذكريات نتاعك يا محرز. لكن ماذا بيا كان نتذكروا مع بعضنا ذكرياتك من خلال البورتري وراجعين لمدرستي 71-345-00 على ذمتكم ومرحبا بكم وبتبرعاتكم لفائده المدرسه الابتدائيه سيدي دغيم سواف زغوان. مرحبا. هو محرز حسني نحبوه أكثر باسم شكلو. محرز قرا في المدرسة الابتدائية سيدي أحمد في الزهروني السنة الأولى كانت عام 88. من معلميه يتذكر خاصة ستي دليلة كانت مزيانة برشا وتجلب انتباه التلامذة. محرز عمره ما ينسى الجمعة اللي هرب فيها من المدرسة وفاقوا به دارهم وتحاسب على القديم والجديد. ضح ضح حبيبتي تحلى الصغرية عند حبيبتي تحلى الصغرية وضح ضح حبيبتي تحلى الصغرية كي تضرب لي العود شوية حبيبتي تحلى الصغرية بحضة حبيبتي تحلى الصغرية حبيبتي تحلى الصغرية كي تضرب لي العود شوية عملت لي غناية المسعودة الكل.
انت تعرفون بها شكون من هنا على خاطر بيجي زيد معاقب على خاطر استعملت المسعوده شنو في غير وقتها مره اخرى معاقب نرجع نذكر بسكو تليفونات على ذمتكم اي انسان انا ناش ربحي نحيلهم واحد ذكر الناس اللي يحب يلتحق بينا ينجم يجي موانزا على القسم هذيك موانزا عندك مشاغل في جورتك لا غالب تعدي ما بعضنا لتريمستر الثانية وماذا بيا كان جي دوغا عنده قطوف أكبر في حفلوها أكبر في استوديو مرحبا بكم في مدرستي جينجل ورا زعينا رجعنا لكم مع تريمستر الثانية اليوم طلع الغنية وإلا الفنان اللي غنيها هذه المسابقة الموجودة في التريمستر الثاني مجموعة من الأغاني باش نسمعوها ماذا بيا كان طلعوا الغنية وإلا الفنان اللي يغنيها حاجة منهم على راحتكم وكل إجابة صحيحة تجموا بها تسجلوا نقطة ونحب نذكر بسكور أنه فما أسبقية لسنة أولى مقارنة لكم ولهنا نبدأوا مع المخصول الأول والغنية الأولى تفضلوا عندكم اي اقتراح عندكم اي احتمال لا 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 ما سمعنيش اميره اميره معناتها حطوا غنيه مقلوبه لا لا هذيك هي الغنيه وهم قال حاجه زيدوا تسمعونا بربي نطقوا مقصو شويه باغول سالي حتى يعرف الغنية القد الملاح في ترين ليما بروجيكت دونس دو لا جوا لا 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 سفر سفر لا 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 نتعداو ونشوفوا بعضنا المقصو الثاني سمعونا المقصو الثاني اكيد تعرفوا ولا سعد المجرد قاعدين تمشيوا بالتساوي المخصوص لا مش بالتساوي مادام نحن فايتين لا نحكي على تريمستر الثاني المسابقه هذه جات المره الاولى نحن ناجحين لا نورمالمون موانسيس انتوما على الشغب نتاعكم مخصوص ثالث اسمح لي مادام التلميذ تحفظ عليها اكتب انا مسيدة شنو يا ميما تركيا اكتب انا اكتب انا كيس كيس اقل هذا عاصي الحلاني وهذا شكون كاظم اجا منا ورا شنية اجا قلت عليها اسكور 9-8 ما زالت عنا اخر غنية اخر مخصوص في المسار الثاني تفضلوا مرحبا واعمل لي اللي جاي احسن لو بالك نحطو تكتب خطه
هكا هو زازا، وتحيه كبيره للفنانه زازا. افرش تلقى ما تتغطى، نحن قبل خبيهم. اجابه صحيحه، اجابه صحيحه، ولهنا سكور عندنا 9-10 نقاط لفائده السنه الاولى. هذا هو سكور. نذكروا مع بعضنا بالمدرسه، ونحب نقول التليفون 71-845-300 على ذمتكم، فاكس 71-79-79-18. اي انسان يحب يلتحق بنا باش يقدم اي شيك او مبلغ مادي لفائده العدل المنفذ السيد محمد الحنيش الموجود معنا، يجم يتفضل. مرحبا بكم، هذا الكل لفائده المدرسه الابتدائيه سيتي دغيب سواف بزغواش. نتذكروا احتياجات المدرسه، وراجعين مرحبا مع ترمستر الثالثه في مدرستي. مدرسة ابتدائية بسيد دغيم، مدرسة ابتدائية ريفية تضم 160 تلميذ سنة أولى لسنة سادسة ابتدائي. الإطار التربوي يتكون من 10 معلمين منهم 2 نواب. المدرسة تفتقر إلى عدة نقائص، خاصة الوحدة الصحية بالمدرسة يعني تعاني من عدة نقائص يلزمها إعادة تهيئة من جديد. أيضا ساحة المدرسة يعني تفتقر الى تبليط، الى ايضا عندنا القاعات يعني الاسقف نتاع القاعات يعني تقتر في، خاصه في فصل الشتاء معناها نعانوا برشا من داء ومن القاعات معناها يولوا يقتروا. عندنا قاعه لهنا في القاعه ما عادش معناها قايله للسقوط يعني، وما عادش نستعملوا فيها، توعدنا تقريبا سنه ما عادش نستعملوا فيها القاعه دي. المطعم المدرسي ايضا يفتقد خاصه التجهيزات، الصغيرات لهنا يعني يجي يقرا ويروح معناها ما عندوش حتى وسيلة تاع ترفيه، يضطر باش يمشي مثلا يرعى الغنم. نسرحوا مع الغنم، نسرحوا في الغنم مع بابا. After hours got me
مسدرة. تحية أكبر للرقص صلفي مسدرة. حاب نذكر بستو إنه سنة أولى A عندها 10 نقاط وسنة أولى B عندها 9 نقاط. عندكم فرصة باش تخلطوا عليهم إذا باش تتبعوا لطفي في الرقصة هذيا وإذا نجحتي وهو الحكم يعطيكم نقطة أو يعطي الفريق الآخر نقطة. مش روبوتيك دانس، حاجة مزود. هذا كان الموسيقى ناخذها أو لطفي هو اللي باش يحدد. نسمعوا الموسيقى تبدا مع قولك. يا خويا ساعد حك لي دار يا بت يا هو هنشوفوا الاكزرسيس شنو هو. موسيقى موسيقى هذا يقول لكم تبعوا لنا كيفين. لا 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 شقام مع لطفي. خلينا نعملوا رقصة صغيرة مع المزيك ومحليها الموسيقى والجو التونسي. هيا هيا البنات هيا جوجي هيا مع تشجيعكم وتحية أكبر نادرة لمنوم ولأمنا فاخرة. مش مسخنة لا بنعرفش. هو الحكم ويجبنا نحترم كلمة الحكم. لطفي الكلمة ليك. هيا
شوية سبار مع شوية رقص نقطة تسجل للسنة الأولى ولهنا بالتساوي 10 نقاط 10 نقاط خلطنا على بعضنا ونتعدى ونجي ميسر الثالثة جنجال رجعنا لكم مرة أخرى برشا ضحك برشا جو برشا زهو حب نذكر يا جماعة تليفون على ذمتكم 71-845-300 مدرستنا هي مدرسة سيدي دغيم سواف بيزغوال سؤال الأول في التريمستر الثانية وسكور تعادل 10-10 لكلا الفريقين البوام اللي قريناه في كتاب تخوازيام أني تقول 1 2 3 il s'appelle François 4 5 6 elle s'appelle Alice Françoise وإلا كاترين الفوام اللي قريناها في السنة الثالثة ثوازيام أني تقول 1 2 3 il s'appelle François 4 5 6 elle s'appelle Alice Françoise وإلا كاترين Alice نقطة نقطة لكلا الفريقين حداش حداش ما نعرفش سفيان سفيان تذكر لي باغول بحداك الميكرو تنجم تغنيها البوام هذايا للناس اللي قراتها واللي حفظتها 1 2 3 il s'appelle François ميكرو ميكرو 4 5 6 il s'appelle Alice سفيان ميكرو 6 7 لا عادي تبي شويه انت ماكش حافظها 1 2 3 ميكرو ميكرو سفيان انا قوي في الصوت 4 5 6 il s'appelle Alice سفيان ميكرو وينو ها هو بحداك 7 8 9 الى ان فيلو نوف ولا حاجه ان فيلو نوف ولا تعاود من الاول 1 2 3 il s'appelle François 4 5 6 elle s'appelle Alice 7 8 9 الى ان فيلو نوف دون لي ان فيلو ذكرها ميكرو 1 2 3 il s'appelle François 4 5 6 elle s'appelle Alice 7 8 9 ان فيلو نوف ان فيلو نوف بزاف لا 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 نقطه نقطه 11 السؤال الموالي قرينا في التاريخ الحمايه الفرنسيه واحتلال فرنسا لتونس في اي عام تم احتلال تونس؟ 1880 1881 1882 شويه سكيت في بليك يفضلكم السؤال يقول قرينا في التاريخ على الحمايه الفرنسيه واحتلال فرنسا لتونس في أي عام تم احتلال تونس؟ 1880 1881 أم 1882 غطيو 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 هاي البنات نقطة 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 هاي البعض ناخذوا الإجابات ونذكر 71 800 صحيح آمنة تهز اللوحة 845 300 لا إجابة موحدة ليكم الزوز مش نجموا نعتمدوا إجابة واحدة واحد ولا اثنين البنات اش تقول أنت؟ 81 81 بالنسبة لكم 81 نقطة نقطة 12 12 12 12 بالنسبة لكلا الفريقين قاعدين تمشيو بالتوازي ربحين على شنو؟ أيوا فيني الروح الرياضية نمشيو للسؤال الموالي مدام ماما يتابعين أنستي السؤال الموالي احنا تفهمنا أنا شكون أسس علم الاجتماع؟ هل هو ابن خلدون، ابن بطوطة، أم ابن المقفع؟ من مؤسس علم الاجتماع؟ ثلاثة احتمالات، ابن خلدون، ابن بطوطة، أم ابن المقفع؟ لحظة لحظة باش يكتبوا الأولاد ترفعوا اللوحة بدا بيا ابن خلدون ابن خلدون ابن خلدون ونقطة نقطة كالعادة لكلا الفريقين بالتوازي قاعدين نمشيو مع بعضكم فيني تحية للفريقين 12 12 وقت تشوف انت وقت تشوف العام يا مدام هذوما باش يزرق كل واحد من صحابه نحب نذكر بربي مرة أخرى أنه مدرستي بالشراكة مع وزارة التربية سيد عبد محمد الحنيشي موجود معنا قاعد يستقبل في المكالمات الهاتفية كم كبير من التفاعلات مشكورين يا توانسة فين ما كنتوا في تونس وخارجها نحب نذكر ونقول الحب يلتحق بنا مرحبا نجم يوصل الشيك إلى السيد العدل المنفذ وراي توصل والفلوس بكل شفافة وأمانية وأمانة قاعدة توصل للمدارس ومديري المدارس في انتظار أنه تصير التهيئة والصيانة ونرجع بالكاميرا اللي صورت قبل التهيئة نرجع ونوريه بعد التدخل في هذا البرنامج كيف صارت التهيئة وهذاك علاش قاعدين نخدمه من خلال هذا البرنامج السؤال الموالي يقول
في الإيقاد العلمي قرينا على الغاز اللي يعكر ماء الجير، حسب رأيكم هالغاز هو الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون أم الأزوت؟ قرينا في الإيقاد العلمي. السؤال في الإيقاظ العلمي قرينا على الغاز الذي يعكر ماء الجير وعملنا برشا تجارب وديمونستراسيون في الإيقاظ. يا حسرة، حسب رأيكم الغاز هو الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون أم الأزوت؟ الإجابة الثانية. ثاني أكسيد الكربون. تخيل مفسخة ثاني. ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون كالعادة. أيوة. نقطة أربون. نقطة نقطة اللي هي الفريق. أربون. 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 وماذا بينا كان نتذكروا ببعضنا حالة المدرسة والوضعية اللي هي عليها واحتياجات التلامذة والصغيرات اللي قاعدين يقراوا في المدرسة اللي تستحق برشا دعم منكم أنتوما. كي نبنيو مدارسنا نبنيو بلادنا ومستقبل أولادنا. المدرسة اللي نخدموا عليها نذكروها من خلال بورتري وراجعين. تفضلوا. دغيم مدرسة ابتدائية ريفية تأسست سنة 1982 تضم 160 تلميذ. أكثر حاجة يفتقروا لها الصغيرات لهنا ما عندهمش وسائل ترفيه، يعني كما شفتوا حتى الملعب ما عندهم، معناها يفتقر ما عندهمش ملعب. يعني الصغيرات لهنا يعني يجي يقرأ ويروح معناها ما عندوش حتى وسيلة بتاع ترفيه، يضطر باش يمشي مثلا يرعى الأغنام. شو اسمك أنت؟ ريم. شنو تقرا؟ سنة أولى. وين تقرا؟ وين؟ سنة في شو اسمه المكتب؟ دغيم. سيدي دغيم. أنت هاك لابسة المنديلة متاعك، مازلت ما روحتش للدار؟ إي. وين داركم بعيدة؟ هيك. وفاش تعمل أنت؟ تعاون في بابا؟ إي. شنو تعمل؟ تسرح معاه. تسرحها؟ إي. هاي احكي لي، أنت وأختك؟ إي. قل لي. هاي. أختي اسمها ديتيش وتعاود فيه وديما تلعب معي، نصحو مع الغلا، نصحو في الغلا مع بابا. وانتي زادة إذا تحب تتبرع لفائدة المدرسة الابتدائية سيدي دغيم في صواف على ذمتكم الحساب الجاري التالي، وتحيا المدرسة على الوطنية الثانية. نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي. أنا نحب قرايتي نموت على مدرستي هي كل حكايتي مع أصحابي ونساتي.
Thank you.
الله أكبر عزيفة البيانو أميرة الكناني المتحصلة على المرتبة الثانية في مسابقة مالك الجندل الدولية على آلة البيانو للشباب لعام 2015 وتم تتويجها مؤخرا في نيويورك تحديدا نهار 6 فيفري. مبروك للأميرة الموسيقى التونسية وللشباب المبدع التونسي. شكرا لك. شكرا أميرة، تحية كبيرة الأميرة الكناني. مربي تحية أكبر، وهذا هو الشباب التونسي. ونحب كينيا عالميا اللي سلمتها أميرة في نيويورك بتاريخ 6 فيفري 2016. مبروك للأميرة وللموسيقى التونسية. نحب مرة أخرى نذكر مع بعضنا بالمدرسة اللي قاعدين نخدموا عليها الليلة، واللي هي المدرسة الابتدائية سيدي دغيم سواف بزغوان. ومرحبا، تفضلوا. المدرسة الابتدائية سيدي دغيم في صواف هي قرية تبعد قرابة 20 كيلومتر على وسط ولاية زغوان. هي مدرسة ريفية نقصتها برشا مستلزمات. سعد قرا هنا في سيدي دغيم من عام 91 لعام 97، وفي 2008 يرجع لمدرسته اللي كبر فيها أما وهو معلم. واليوم حبيب يتأسف برشا على الحالة اللي وصلت لها مدرسته. مدرسة ابتدائية في سيدي دغيم مدرسة ابتدائية ريفية تأسست سنة 1982، تضم 160 تلميذ سنة أولى لسنة سادسة ابتدائي. الإطار التربوي يتكون من 10 معلمين منهم 2 نواب. به المدرسة متاعنا كما قلنا في محيط ريفي، تلامذة يجيو عندنا برشة تلامذة يمشيو معنا 12 كيلومتر معنا ذهابا وإيابا المدرسة. المدرسة تفتقر إلى عدة نقائص، خاصة الوحدة الصحية بالمدرسة يعني تعاني من عدة نقائص يلزم إعادة تهيئة من جديد. أيضا ساحة المدرسة يعني تفتقر إلى تبليط، إلى أيضا عدة القاعات يعني الأسقف نتاع القاعات يعني تقتر في، خاصة في فصل الشتاء معناها نعانوا برشا من دا ومن القاعات معناها يولوا يقتروا. عندنا قاعة لهنا في قاعة ما عادش معني قايلة للسقوط يعني وما عادش نستعملوا فيها، توعدنا تقريبا سنة ما عادش نستعملوا فيها قاعة دي. المطعم المدرسي أيضا يفتقد خاصة التجهيزات، يعني نحن نقدموا أكلة جافة للصغيرات وتوا بدينا معنا بداية شهر من 15 فيفري نقدموا الفلوج بالصباحية للحليب معنا حاولنا نوفروا لهم. وانتي زادة إذا تحب تتبرع لفائدة المدرسة الابتدائية سيدي دغيم في صواف
على ذمتكم الحساب الجاري التالي. وتحيا المدرسة على الوطنية الثانية. طريقتك انت يا كابيلا شنو سمعنا؟ كابيلا تيرا بابا علي عزوز يا بابا يا الاخوان سيدك احلى العين يا بابا يا مولا زغوان سيدك احلى العين
بابا يا مولا زغوان صلي وعلى محمد وصلي وعليه وزيدو يا من يعشق محمد يا ربي تاخو بيدو يا ربي تاخو بيدو يعجب لي فيها المالوف يعجب لي فيها المالوف متشوق ليها ملهوف متشوق ليها ملهوف بابا علي عزوز معروف حفظ القرآن بابا علي عزوز يا بابا اه يا الإخوان سيدك أحلى العين يا بابا يا مولا زغوان سيدك أحلى العين يا بابا يا مولا زغوان تحية كبيرة تحية كبيرة سفيان الزيدي نحب نذكر لهنا بسكوخ 13 بربي لهنا نحب نذكر بسكوخ 13 13 كلا الفريقين فازين الليله معنا في مدرستي والزوز المهم قداش تبرعوا لنا لا لا هذا هو انا اللي حبيت نقول انه الفريقين بحضور امنه فاخر بحضور نادرة لملو بحضور محرز حسني بحضور سفيان الزايدي حاولوا انه يدعيوا الناس على طريقتهم كفنانين كمبدعين انه اليد مع اليد نتبرعوا لفائده المدارس وبمدارسنا نبنيوا مستقبلنا ومستقبل اولادنا نحب نعدي تحيه في سابع وجلال الفلور دو ليس اللي تلهيت بالزينه نتاعي ونحب نذكر انه اي دار نشر دقيقة أي دار نشر تحب تتبنى مدرستي وفي كل مرة تكون حاضرة وتهدي مجموعة من الكتب لكل مدرسة تباعا في كل حصة مرحبا بكم تتواصلوا معنا على الفاكس 71 79 79 18 مدرستي تبعثوا المعلومات ومرحبا بكم هذا ما ينجم كان يفرحنا ويفرح الوليدات في المدارس كلمة لي كامنة نحب قبل كل شيء نحب نقدم تحية كبيرة للفريال اللي ماكجت لي اليوم فريال الاستوديو ماكجت لي شعري انا ونادرة ونحب نشكر برشا 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 للناس اللي تبرعوا اليوم للمدارس هذوما نقول لهم ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا لكم معناتها في 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 ظروف اخرى خاطر بالحق اللي الناس هذوما قاعد معناتها اكثر ناس تستحق واكثر ناس اللي لازمنا ناخذوا معاهم وندعموهم وبالمناسبه اميره نحب نقدم تحيه كبيره لزملائي واصحابي اللي عاملين قافله ان شاء الله باش يكونوا موجودين معاك هما الفنانين فما فوزي بن قمره فما حسين العفريت محمد جبالي خالد بدره مجموعه كبيره من ربي تحيه اليوم تحيه لحسين العفريت كلمني وعلمني ومن المتوقع انه خلال الحلقه بدره حلوه منهم هما وان شاء الله احنا زاده ان شاء الله الباقي باقي باقي انا وزملائي الاخرين والسبولي سبورتيف اللي نجموا بالحق يعاونوا خاطر فما برشا برشا ناس كيما احنا باتوا مدفين فما برشا ناس قاعده تبات للبرد وللجوع الكلمه ليك في ختام الاتلاله هذه ابو شرف نحضرك اكيد لما يعيشك وانا زاده شرفني اني نكون موجوده معاكم وان شاء الله الناس ديما تحس ببعضها والاطفال هما اعز ما عندنا وخاصة المدارس هي تربي أجيال ولكل الأجيال القادمة إن شاء الله ما تقفش هوني إن شاء الله كل حد حتى يتلفت يلقى مدرسة ناقصة حاجة يساهم وحده ونحب نحيي المعلمين الكل والمدارس الكل والطفولة بصفة عامة إن شاء الله ديما في خير في تونس وميرسي فريال على المكياج ونسلم على دارنا ودار عائلة راجلي الكل وصحاب ولدي وكل بيان مدام ميل المديرة والكل الكل اللي يتبعوا فينا الكل مرحبا محرز انا نحب نقول اللي البرنامج هذا ولا اللي ما نحبش المشروع هذا يقتصر كان على ليميسيون هذه بالذات معناها نجم كل واحد يتحرك من شيرته كل واحد معناها في الجهه اللي هو فيها يعني يصير ان كوليكت معناها فهمتي العباد الكل تعاون مدرسه تبدا ناقصه ابري تو في الاخر بالكل معناها بشعود بالمنفعه على الصغار اللي في الجهه هذيك وفهمتي وباذن الله غدوه الحي معناها باش تلقى معناها تربيه مزيانه باش تلقى معناها جيل مزيان اللي هو معناها تو معناها قاعدين معناها تكترى في شبابنا كيفاش معناها قاعد ضايع فهمتي اما ان شاء الله نقولوا اللي جاي خير واللي باش يجي احلى واحلى ان شاء الله ونختمها بك الكلمه اللي كنا نقولوا فيها قبل لك دب مع دب يساوي قصه حب باش نقول هذه دب مع دب تساوي مدرسه كلها حب ان شاء الله سفيان يعطيكم الصحه لما الحلوه الحقيقه بدره طيبه نشكرك انت شنو نكتب انا خلينا نقول سي عبد نكتب
دونك يعيشك. بيان سور نحيي المدارس الكل بمختلف معناها الولايات الجمهورية الموجودة الكل في تونس. نحيي المعلمين القيمين المديرين حتى اللي في الليسي زيدا واللي في الفاك كلهم نعتبروهم قدوتنا واحنا معناها نحاولوا نخليه معناها يعني قلوا احنا الفكره هذه طيبه خاصه احنا كفنانين وشبان نحاولوا نوصلوا الميساج هذا للوليدات الصغار. نحب نحيي بيان سور عائلتي نحيي زاده ملوكه اللي خليناها في الدار بحذا ايناس وايناس اختي اليوم تحتفل بعيد ميلادها هي ونسيبتي زاده مدام سعاد هابي بيرثدي تو يو كل حاسين يحتفل بعيد ميلاده فرحين ديما للناس اللي تفرج فينا بربي معناها للناس اللي تفرج فينا الكل رانا عملنا جو سيفري اما رانا عملنا برشا شغب اما راهو هذا معناها ما عنده حتى علاقه ما عنده حتى علاقه معناها بالمدرسه لازم فما برشا انتباه سفيان محبيه امنه نادره شرفتونا بالحضور كلمه انتهى الوقت كلمه مزيانه بالرسمي وتفرجوا فيه الكل جو وتفدليك عملنا برشا ضحكه اما راهو العباد لازمهم يقراوا على رواحهم مدام لازم يقراوا على رواحهم سيبنا مش هي لازم يقراوا على رواحهم هذا مهمه هذا بنت في سفيان الزايد يقراوا على رواحهم وان شاء الله يا ربي عندنا جيل مزيان باذن الله راهو هذا كله جو يقف حد وحد البلاتو هذا مرحبا بكم بالجو بالضحك باللعب العامره يسلموا اكبر مبلغ بالي لفائده المدرسه مدرسه سيدي ادغيم بثواف قال خير سلامان مرحبا باي مهما يصير وكي نشوفك من الفرحة نطير صغير وعمري ستة سنين أما فيا حلم كبير وانتي يا أنيستي اللي عليا عندك تأثير بيديك تجيب البطة وبيديك تطلع الوزير